في ذكرى نصر أكتوبر المجيد، الرئيس السيسي يبحث مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ركائز حماية الأمن القومي. أمام الاجتماع التحضيري لكوب 27، شكري ينوه بالتحديات الطارئة لتغير المناخ ويدعو للتعاون لتجاوز الآثار السلبية. الكاظمي يجدد الدعوة لحوار شامل لحل الأزمة السياسية في العراق ويحذر من عواقب التباطؤ. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. نصر أكتوبر كان وسيظل دوماً علامة مضيئة في سجل انتصارات هذه الأمة، وهو النصر الذي أعاد اكتشاف قدرات وإمكانات المصريين ووحد صفوفهم في مواجهة التحديات. 49 عاماً مرت على هذا النصر المجيد، ولا يزال أبناء هذا الوطن يقدمون تضحيات لحماية الحق والكرامة ويصونون قواعد السلام المستند إلى القوة. ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقدم التهنئة للشعب المصري ورجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيد، وبحث مهام القوات المسلحة في حماية ركائز الأمن القومي. وفي ذكرى الاحتفالات قام الرئيس السيسي يرافقه وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع أكاليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة وقبري الزعيمين الراحلين محمد أنور السادات وجمال عبد الناصر. في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل وفاء لشهداء مصر الأبرار. ثم قام الرئيس السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته. كما صافح الرئيس السيسي عدداً من كبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.
ثم توجه الرئيس السيسي إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بقبر القبة، حيث قام بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة. كما ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقدم الرئيس السيسي في بداية الاجتماع التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر. كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، مختتما الاجتماع بتوجيه التحية لرجال القوات المسلحة لما يقدمونه من جهود وتضحيات من أجل رفعة الوطن. بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد. وأكد رئيس مجلس النواب أن القوات المسلحة الباسلة خاضت معركة الشرف بكل جسارة لتقهر الهزيمة وترتفع أعلام مصر على كل شبر من ترابها المقدس وترتفع هامة كل العرب. هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى نصر أكتوبر المجيد. وفي برقيته عاهد مدبولي الرئيس السيسي بمواصلة الحكومة ببذل قصارى جهدها لتحقيق التنمية الشاملة في ربوع البلاد. كما بعث رئيس الوزراء ببرقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ولجميع رجال وأبناء القوات المسلحة البواسل بهذه المناسبة. كما بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد. وفي برقيته قال وزير الدفاع إن نصر أكتوبر غير مسار التاريخ وجسد عظمة شعب مصر وعقيدة قواته المسلحة، مشيرا إلى أنه أعاد للأمة المصرية اكتشاف قدراتها وإمكاناتها ووحدة صفوفها في مواجهة التحديات. هذا وبعث رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد. كما وجه رئيس الأركان التهنئة لقادة وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بهذه المناسبة. أناب القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول. بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر تقرر فتح المتاحف العسكرية مجانا للجماهير يوم الخميس المقبل، ومنطقة العرض المكشوف للأسلحة ببانوراما حرب أكتوبر، فضلا عن متحفي العلمين وبورسعيد، بالإضافة إلى متحف الحرب بالقلعة. بعث وزير الداخلية محمود توفيق ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد. وأكد وزير الداخلية أن تلك الذكرى ستظل رمزا للفخر والاعتزاز بما تحمله من دلالات ومعاني التضحية والفداء. كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر. تمر السنين والأيام ويبقى الأثر ذكرى، ذكرى لبطولة شعب وجيش عبروا وعدوا سد حصين، وقفوا وصدوا بكل يقين، حققوا نصر وفخر لمصر زي ما عهدوا وحلفوا يمين. أصل المصري يضحي بعمره صايل أرضه وحافظ عهده. أكتوبر 73 إرادة وطن.
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على المتابعة المستمرة لجهود الحكومة في التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الحالية. وخلال اجتماع لمتابعة جهود أجهزة الدولة في التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، تم استعراض ما يتم بذله من جهود لتأمين احتياجات ومتطلبات المواطنين والتأكد من وجود أرصدة كافية وآمنة تغطي متطلبات الاستهلاك. كما تم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار جهود توفير مدخلات الإنتاج لعدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية بما يضمن عدم توقف عجلة الإنتاج. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على عمق وقوة العلاقات بين مصر والكويت على مختلف الأصعدة. كما أكد مدبولي خلال اجتماع عقده مع وفد كويتي ضم نحو 45 من رجال الأعمال والاقتصاد والتجارة، أكد حرص الحكومة على زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر، لافتا في هذا السياق إلى أن الحكومة لديها خريطة استثمارية لعدد كبير من المشروعات في جميع المجالات. ودعا مدبولي للمستثمرين للتواصل المباشر معه لتسريع تنفيذ مشروعاتهم القادمة وإزالة أي معوقات. عقد المقررون والمقررون المساعدون للمحاور الرئيسية واللجان الفرعية بالحوار الوطني اليوم أول اجتماعاتهم بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وبحضور رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي وجميع أعضاء الأمانة الفنية. استعرض الاجتماع ما صدر عن المجلس من قرارات ولوائح، وذلك في إطار استكمال الجلسات التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على الوطن والمواطن المصري. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة الماضية من ضبط 494 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 135 طن، وتم ضبط قرابة 16 طن في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع فتم ضبط قرابة 109 أطنان، كما تم ضبط 10 أطنان أسمنت في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء. أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 717 قضية، من بينها 160 قضية خبز ناقص الوزن و122 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. هذا وتم ضبط 19 قضية في مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد الأرز الشعير بمضبوطات بلغت أكثر من 297 طنا. واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة. أسفرت جهود الوزارة خلال شهر عن ضبط 7615 قضية اتجار وتعاطي مواد مخدرة بإجمالي يصل إلى 8428 متهماً. وزارة الداخلية تواصل ضرباتها الأمنية القوية والحاسمة ضد العناصر الإجرامية الضالعة في الإتجار بالمواد المخدرة، وتنجح في إحباط العديد من محاولات الجلب والتهريب لإغراق البلاد بتلك السموم القاتلة. ضربات تسهم في تجفيف منابع المخدرات وضبط العناصر المتورطة في هذا النشاط الإجرامي، وهو ما يجنب البلاد من آثارها وتداعياتها السلبية على المجتمع واقتصادياته، ويحمي الشباب من الوقوع في براثن التعاطي والإدمان. وقد سطرت الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في هذا الإطار، حيث تمكنت خلال شهر من ضبط 7615 قضية، من بينها 6778 قضية إتجار في المواد المخدرة و837 قضية تعاطي مواد مخدرة. ضبط خلالها 8428 متهما. وتمكنت الأجهزة الأمنية خلال هذه الفترة من ضبط أكثر من 6 أطنان من مخدر البانجو،
ونحو طنين من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين تزن أكثر من 224 كيلوغرام. كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أكثر من 108 كيلوغرامات من مخدري الاستروكس والشابو، وضبط ما يقرب من 7 كيلوغرامات من مخدر الأفيون. وعلى صعيد ضبط الأقراص المخدرة، تم ضبط نحو 132 ألف قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية، وأكثر من 21 ألف قرص كبتاجون، وأكثر من 120 ألف قرص لعقار الترامادول. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 221 مليون جنيه. كما تواصل وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم غسل الأموال، فقد أسفرت الجهود الأمنية في مجال ضبط قضايا غسل الأموال عن ضبط 7 قضايا في هذا الإطار بإجمالي مبالغ مالية بلغت 186 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 22 مركزاً غير مرخص لعلاج الإدمان. سيطرة أمنية كبيرة من قبل الأجهزة الأمنية انعكست على تراجع انتشار المواد المخدرة وعمليات الجلب والتهريب، فالأجهزة الأمنية تضرب بيد من حديد على كل من يحاول الإتجار وتعاطي المواد المخدرة، وتشهد بذلك النجاحات الأمنية المحققة التي تؤكد على اليقظة والجاهزية التي تتمتع بها تلك الأجهزة لحماية البلاد من آثار المواد المخدرة المدمرة على المجتمع بخاصة الشباب. اختتم وزير الخارجية سامح شكري فعاليات اليوم الأول للاجتماع الوزاري التحضيري في كينشاسا لمؤتمر كوب 27، وشملت كلمته وزير الخارجية خلال الجلستين الافتتاحية والأولى للاجتماع الوزاري التحضيري عرضا شاملا لجوانب العمل المناخي التي يتعين إحداث اختراق بشأنها. هذا وقد أكد شكري على ضرورة تحلي جميع المشاركين بمؤتمر كوب 27 بروح المسؤولية الجماعية، كما جدد التأكيد على التحدي الطارئ والذي يشكل تغير المناخ وضرورة العمل على كافة الأصعدة لخفض الانبعاثات والتكيف مع أثار تغير المناخ والتعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عنه. هذا وعقد شكري لقاءات مكثفة على هامش الاجتماع مع عدد من مسؤولي المنظمات الدولية والدول الفاعلة في العمل المناخي، وشدد على ضرورة إحداث الاختراق الذي تتطلع إليه مختلف الأطراف من خلال مؤتمر كوب 27 بتنفيذ التعهدات على أرض الواقع. إلى هذا، تتواصل في مدينة شرم الشيخ أعمال التطوير والتجهيزات اللازمة لاستضافة مؤتمر المناخ كوب 27. المزيد معنا من شرم الشيخ مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. أهلا بك كريم. يعني كلمة مهمة لوزير الخارجية سامح شكري أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع التحضيري لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة، ألا وهي المسؤولية الجماعية، وهنا كان يشير إلى المسؤولية الدولية. ماذا عن المسؤولية الجماعية في الداخل المحلي لاستقبال هذا الحدث الأكبر والأهم؟ كيف تلمس هذه المسؤولية والاستعدادات الجارية له بالمدينة؟ نعم، تحياتي لكم في الاستوديو وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ربما وزير الخارجية سفير سامح شكري هو الوزير المعين لكوب 27 كوب 27. هذا المؤتمر هو من أهم المؤتمرات بالفعل الذي يقام، المؤتمرات الدولية بشكل عام يقام هذه المرة في مدينة شرم الشيخ. بالفعل كما ذكرت لمست ذلك على أرض الواقع، تجولت في شوارع مدينة شرم الشيخ وأنا الآن تحديدا في خليج نعمة، وهو إحدى الممرات السياحية الهامة وممشى سياحي هام جدا في شرم الشيخ. تحدثت مع السياح الأجانب وتحدثت حتى مع أحد العاملين داخل الممرات والممشى السياحي الجديد، وتحدثت أيضا مع ربما أصحاب المحلات والعاملين بالمحلات هنا لنتحدثوا من دورهم في دورهم عن التطورات التي حدثت على أرض الواقع هنا في مدينة شرم الشيخ لاستضافة هذا المؤتمر الهام. تحدثوا في البداية عن تجديد الوزارة
المواجهات بشكل عام، سواء كان للممشى السياحي هنا أو إنشاء الممشى السياحي الجديد على مسافة 6 كيلومترات، وأيضا على مساحة على يعني عرض ما يقرب من 20 مترا، وأكثر من 80 محلا استقبال ضيوف هذا المؤتمر. ولكن ربما المختلف هذه المرة ليس مجرد الإنشاء الجديد أو التطوير الجديد، ولكن الإنشاء والتطوير باستخدام الطرق الصديقة للبيئة، باستخدام المواد الصديقة للبيئة التي تقلل من الانبعاثات الكربونية. وهذه هي الخطوة الأولى والأهم فيما يتعلق بالتضامن الدولي والتضامن المصري مع فكرة التعامل مع تحديات تغيرات المناخ بشكل عام. أيضا يعني تجولت في طرق مدينة شرم الشيخ، جاري بالفعل تطوير هذه الطرق، استخدام كباري جديدة، يعني تسهيلات جديدة للتيسير على القادمين للوصول لأماكن عقد المؤتمر، إما في مركز الدولي للمؤتمرات أو حتى في الساحات الجانبية لهذا المركز. أيضا سيتم انعقاد فيها ورش تحضيرية، ورش نقاشية بشكل عام لهذا المؤتمر. بالفعل هناك تطورات على أرض الواقع، وهناك أيضا آراء تتحدث عن أن هذه التطورات لها أيضا دور كبير في جذب العامل السياحي بشكل عام هنا في مدينة شرم الشيخ. هذه أيضا نقطة تنقلنا لجزء هام جدا في التجهيزات لمؤتمر المناخ والتغيرات المناخية، وهي الجزء بالنقل داخل المدينة. النقل داخل المدينة باستخدام هذه الأتوبيسات والباصات والسيارات، باستخدام أيضا الطاقة الصديقة للبيئة وهي الطاقة النظيفة، إما باستخدام الأتوبيسات الكهربائية أو حتى باستخدام الغاز الطبيعي، وهو التوجه اللي تعمل عليه الدولة المصرية بشكل عام لاستخدام الطاقة النظيفة. لذلك وجود أيضا بعض الشباب والشركات الداعمة لمؤتمر المناخ، من مجرد الوصول لمطار شرم الشيخ الدولي هناك هذه هؤلاء الشباب وهذه السيارات التي تنقل ربما المشاركين في التحضيرات لمؤتمر كوب 27 هنا في شرم الشيخ لنقلهم لأماكن إقامتهم أو أماكن عملهم. هذه السيارات أيضا صديقة للبيئة، لذلك هي نقطة هامة. تحدثت أيضا عن الجانب الصحي، جاري التجهيز المستشفى شرم الشيخ الدولي على أن تكون على أعلى مستوى لاستقبال هذا المؤتمر، وأيضا لتكون صديقة للبيئة ولتحصل على النجمة الخضراء التي حصلت عليها بالفعل. وهذه النجمة الخضراء معناها أنها أصبحت مستشفى صديقة للبيئة بالكامل، إما عن طريق الأدوات المستعملة والأدوات الطبية وغير الطبية داخل هذه المستشفى، أو حتى الاستعدادات الخاصة بالسيارات الإسعاف وغيرها من أمام المستشفى الدولي لي شرم الشيخ. أيضا إذا تحدثنا عن فكرة استخدام المواد والآليات والأشياء المختلفة الصديقة للبيئة، أيضا يأخذنا هذا لتخصيص مساحات مختلفة داخل مدينة شرم الشيخ، إما المساحة المنطقة الزرقاء أو المنطقة الخضراء. المنطقة الزرقاء التي سيتم انعقاد فيها المؤتمرات الرئيسية الخاصة بمؤتمر كوب 27، وأيضا المساحة الخضراء والتي تستقبل الآراء والأفكار المتنوعة من الخبراء ومن أيضا المواطنين المشاركين بشكل عام داخل هذا المؤتمر، ليعرضوا أفكارهم إما عن طريق الأفكار الشخصية أو حتى عن طريق الشركات التي تعرض المنتجات الخاصة بالصديقة للبيئة. عن طريق يتم يعني تجهيز هذه المساحات إما بجداريات تساعد أو تنشر وعي وفكر وثقافة التغيرات المناخية والتعامل مع التغيرات المناخية والتحديات التغيرات المناخية، أو حتى ينقلنا إلى جزء آخر وهي فكرة طرح الأفكار الجديدة، طرح الأفكار الجديدة من ذوي الخبرة وأيضا من الشباب الذين سيشاركوا في مؤتمر كوب 27 أو مؤتمر المناخ هنا في مدينة شرم الشيخ. أيضا يعني على مدار جولتي داخل مدينة شرم الشيخ بجانب الطرق، تحدثت أيضا مع العمال المشاركين في الإنشاءات الجديدة التي جاري العمل عليها بالفعل لاستقبال المؤتمر. تحدثوا عن العمل المتواصل، يعني على مدار اليوم متواصل 24 ساعة يعني يعملون باجتهاد لتصل في الوقت المناسب، تخرج بصورة صديقة للبيئة، صورة خضراء في استقبال
هذه هؤلاء يعني الوفود القادمين للمؤتمر. وزير الخارجيه سامح شكري والوزير المعين لكوب 27 تحدث اليوم بالفعل في هذه يعني اليومين للمؤتمر التحضيري، عفوا اللجان او الاجتماعات التحضيريه لمؤتمر المناخ، تحدث عن نقاط هامه وهي التضامن بشكل عام، التضامن دولي ومحلي. التضامن الدولي بشكل عام، القاره الافريقيه هي من اقل القارات التي يعني لها تاثيرات خاصه بالانبعاثات الكربونيه التي تؤثر على التغيرات المناخيه بشكل عام، ربما هي الاقل، ومع ذلك هي تسعى بشكل كبير لتقليل اكثر استخدام المواد الكربونيه مثل الفحم والمواد الفوسيل فيولز او البواد الخاصه بالبترول وغيرها، واستخدام الكهرباء واستخدام الغاز الطبيعي. لذلك كما ذكرت بالفعل هو تواطؤ مجتمعي وعالمي ودولي ومحلي، حتى ما بين ربما سائقي السيارات وسائقي قاطني هنا المدينة، تحدثوا عن أهمية الاهتمام بالمناخ واهتمام بهذه السيارات التي تتحرك في شوارع المدينة، لأنها بالفعل تقلل من التلوث، مما أيضا يقلل من التأثيرات بشكل عام على التغيرات المناخية. ربما هذه يعني نظرة عامة عما يحدث هنا في مدينة شرم الشيخ. نعم، يعني عظيم كريم أنك لاحظت كل هذه التفاصيل المتعلقة بسائقي التاكسي أو حتى العمال، المستشفيات وتجهيزاتها، القاعات وتجهيزاتها، الشوارع وزينتها وغير ذلك من تفاصيل. هو بالفعل مؤتمر يحمل رسالة من قلب مصر إلى العالم بأكمله، وبالتالي الاستعداد للتفاصيل الصغيرة يؤدي بنا في النهاية إلى الصورة الكاملة المنشودة. كريم، نعم بالفعل، هي هذه هي الفكرة، استخدام التفاصيل لتكوين الصورة الكاملة هي ما تسعى له مصر بشكل عام. وإذا تحدثنا أكثر عن هذه التفاصيل المحلية الداخلية، فجمهورية مصر العربية كانت خلال الفترة السابقة تعمل لخطة كاملة تحت مسمى التنمية المستدامة. التنمية المستدامة لخطة مصر 2030، التنمية المستدامة للقارة الإفريقية 2063، وأيضا التنمية المستدامة فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي، وهي أيضا الحفاظ على البيئة والحفاظ على المناخ، وخطة مصر الوصول ل 2050 لتكون مصر على قدر المستطاع وصلت لأكثر الأماكن قربا للدولة الصديقة للبيئة بشكل عام. هذه التفاصيل تبدا من مبادرات مختلفه مثل مبادره تحضر للاخضر الذي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه المبادره التي يعني تحث المواطنين بشكل عام، وتحث ايضا الجهات الحكوميه والوزارات وايضا كل من هو معني داخل جمهوريه مصر العربيه بالتوجه لاستعمال الطاقه النظيفه، وايضا جزء مهم من الاليات والاماكن التي ستتوجه للتعامل بالطاقه النظيفه هي بالطبع الفنادق. الفنادق هي جزء هام جدا باستخدام المواد والاليات داخل هذه الفنادق، المستلزمات الفندقية بشكل عام. جاري العمل على استخدام بعض المستلزمات الصديقة للبيئة والابتعاد عن المستلزمات التي تضر البيئة بشكل عام مثل البلاستيك وغيرها من الأدوات التي من الممكن أن تضر البيئة. هناك عدة فنادق بالفعل داخل جمهورية مصر العربية حصلت على النجمة الخضراء، وبعض الفنادق بالفعل داخل مدينة شرم الشيخ حصلت على النجمة الخضراء، وبعض الفنادق ما زالت أيضا تعمل من أجل الوصول لهذه النجمة الخضراء، تصبح هذه الفنادق صديقة للبيئة، مما أيضا يعد جزء صغير من داخل هذه التفاصيل التي تكمل الصورة التي ممكن أن تصل بنا لفكرة الدولة الصديقة للبيئة. ليس هذا فقط ما تسعى له مصر، ليس فقط مبادرة تتحضر للأخضر، ولكن أيضا إذا يعني تجولنا داخل الشوارع دائما خلال الفترة الماضية ما نجد هذه اليافطات واللافتات التي تنصح وترشد وتوجه المواطنين، أو حتى باللغة العربية إذا كانت توجه المواطنين، وأيضا بعض اللافتات أخرى داخل مدينة شرم الشيخ التي أيضا تتحدث عن فكرة المدينة الخضراء وتتحدث عن فكرة التحول الأخضر. دائما هناك يافطات ولافتات تنصح وترشد المواطنين وترشد حتى غير المواطنين بالتعامل الصحي اللازم للوصول للمدينة الخضراء، لأنه
كل ذلك يعني يتواطأ سويا لنصل للصورة الكاملة والحفاظ على التغيرات المناخية، التغير الأقصى الذي ممكن أن يضر بصحة الإنسان بشكل عام، مما يؤثر بشكل سلبي بطبيعة الحال أو بشكل مباشر سلبي على الإنسان. لذلك هو تواطؤ ما بين الإرشادات للمواطنين والتوجيهات للمواطنين وأيضا العمل على أرض الواقع. حتى إذا عدنا أيضا لفكرة التفاصيل الصغيرة، نعود لفكرة الطرق، المواد المستخدمة داخل تنسيقات الطرق الجديدة وتجديدات الطرق الجديدة وأيضا الممشى السياحي الجديد اللي تحدثت عنه منذ قليل. هذه المواد أيضا هي أكثر قربا للمواد الصديقة للبيئة على قدر المستطاع. لذلك كما ذكرتي يعني التفاصيل هي الأهم للوصول للصورة الكاملة. عظيم. إذن مصر تتحضر وتتأهب وتحتشد بكل إمكانياتها لكوب 27. كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري كنت معنا من شرم الشيخ، شكرا جزيلا. جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقي مصطفى الكاظمي دعوته لعقد حوار شامل لحل الأزمة السياسية الراهنة في العراق، وقال الكاظمي إن مصالح العراقيين هي الهدف المنشود الذي يجب أن يتقدم الجميع إلى طاولة الحوار الوطني لتحقيقه، محذرا في الوقت ذاته من أن النار ستحرق الجميع. نؤكد من هذا المنطق على ضرورة الحوار، ونؤكد اليوم كذلك على ضرورة العودة إلى طاولة الحوار الوطني الجامع لكل العراقيين معا، لنطرح هواجسنا ومخاوفنا ونتناقش من أجل حل خلافاتنا ونضع الحلول من أجل بناء المشتركات. العراق وشعب العراق ومصالح العراقيين هي الغايات التي يجب أن تكون أمامنا جميعا، والهدف الذي يجب أن نتقدم جميعا من أجله إلى طاولة الحوار الوطني. إن الاتفاق الوطني على أساس المشتركات العراقية العميقة والقيم الوطنية المترسخة في بلادنا ليس صعبة وليست مستحيلة. أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن بلاده تمر بظرف استثنائي دقيق لا يخلو من مخاطر، مشددا على أن لغة الحوار هي الطريق للخروج من الأزمة الراهنة. وقال صالح خلال كلمته في الذكرى الخامسة لرحيل الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني، قال إن أمام الجميع مسؤولية تاريخية ووطنية وأخلاقية للخروج من الأزمة الراهنة والشروع في بناء دولة فاعلة تحمي مصالح البلد وتعزز سيادته وتضمن سلامة مواطنيه. قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إنه سيدعو المجلس لعقد الجلسة الثانية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل منتصف الشهر الجاري، داعيا جميع الكتل النيابية والنواب المستقلين لتحمل مسؤوليتهم حيال الاستحقاق الرئاسي. وأكد بري في هذا الإطار على أن تحقيق التوافق الذي دعا إليه لا يعني الحصول على إجماع جميع أعضاء مجلس النواب والبالغ عددهم نحو 128 نائبا، مشيرا إلى أن التوافق هو المخرج الإنقاذي إذا كان هناك تصميم عند المجلس على انتخاب رئيس جديد. أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس محمد المنصري أن نظام الاقتراع الجديد هو الاقتراع على الأفراد بدلا من نظام القوائم في الانتخابات التشريعية المقبلة كخيار سياسي وتشريعي. وأوضح المنصري أن النظام في القانون الانتخابي الجديد يقوم على معيارين أساسيين، الأول هو مراعاة التمثيل الجغرافي لجميع الولايات، والآخر يتمثل في أخذ الكثافة السكانية بعين الاعتبار. نشرة التاسعة مستمرة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. مع تصديق مجلس النواب الروسي رسميا على ضم المناطق الأوكرانية، واشنطن تعتبر أن استهداف هذه المناطق لا يعد هجوما على أرض روسية. في
في الأزمة الأوكرانية، وافق مجلس النواب الروسي على قوانين انضمام 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا. ولم يعارض أي من نواب المجلس قرارات الانضمام لمناطق خيرسون ودونتسك ولوهانسك وزابوريجيا رسميا إلى روسيا. عقب تصديق مجلس النواب الروسي على القرارات، أكد وزير الخارجية سيرجي لافروف أن ضم تلك المناطق يخدم مصلحة الشعب الروسي. وأكد لافروف أن مواطني تلك المناطق الأربع أصبحوا جزءا من الاتحاد الروسي. بالنيابة عن رئيس روسيا الاتحادية، أقدم اقتراحا إلى مجلس الدوما لاعتماد مشاريع القوانين المذكورة بشأن التصديق على الاتفاقات بين الاتحاد الروسي وأربع مناطق أوكرانية بشأن اعتمادها في الاتحاد الروسي، متأكدون من أن اعتماد هذه المناطق سيخدم مصلحة الشعب الروسي، وسيصبح الآن مواطنو جمهوريتي دونتسك ولوهانسك وكذلك منطقتي زابوريجيا وخيرسون جزءا من الاتحاد الروسي. قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن استخدام السلاح النووي سيكون فقط وفقا لبنود العقيدة النووية الروسية. وأضاف بيسكوف أن جميع الأسباب التي تؤدي لاستخدام مثل هذه الأسلحة منصوص عليها وفقا لبنود العقيدة النووية. وأكد بيسكوف أن محاولات تشكيل تحالفات غربية جديدة لمواجهة روسيا والصين لن يسهم في الاستقرار ونزع فتيل التوترات على المسرح العالمي. About continuing all our plans of development in terms of construction, in terms of creating new infrastructure, new roads, and so on and so on. أكد منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أكد أن الولايات المتحدة لم ترى أي مؤشر على أن بوتين قد اتخذ قرار اللجوء إلى السلاح النووي. وأكد كيربي أن واشنطن تأخذ تهديدات بوتين باللجوء إلى السلاح النووي على محمل الجد، وشدد على أن الإدارة الأمريكية لن تعتبر الهجمات على الأراضي والتي ضمتها موسكو هجمات على أراض روسية. أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه تم إطلاق سراح إيغور موريتشوف المدير العام لمحطة الطاقة النووية في زابوريجيا والواقعة تحت سيطرة روسيا. كانت دورية روسية قد اعتقلت موراتشوف أثناء توجهه من المصنع إلى بلدة أخرى تسيطر عليها روسيا، وذلك حسبما أعلنت شركة الطاقة النووية الأوكرانية إنرجو أتوم. أظهر مسح لمؤشر ستاندرد أند بورز أن نشاط الصناعات التحويلية في أنحاء منطقة اليورو تراجع أكثر الشهر الماضي، وأدى ارتفاع فواتير الطاقة إلى الحد من الإنتاج، وانخفضت القراءة النهائية للمؤشر إلى أدنى مستوى في 27 شهرا عند 48.4 نقطة في سبتمبر، نزولا من 49.6 في أغسطس، لتبقى دون مستوى 50 نقطة والذي يفصل النمو عن الانكماش. استمر معدل التضخم في النمسا بالارتفاع في سبتمبر الماضي ليسجل مستوى قياسي جديد لم تشهده منذ عام 1952. أشار مكتب الإحصاءات النمساوية إلى أن معدل التضخم بلغ 10.5%، مرجعا بذلك إلى استمرار زيادة أسعار الطاقة المنزلية والوقود بشكل أساسي، بالإضافة لارتفاع أسعار المواد الغذائية. أشارت أحدث توقعات لوزارة الخزانة الإيطالية إلى احتمال انكماش الاقتصاد الإيطالي في الربع الثالث من العام، وأن يستمر في الانكماش خلال الربعين التاليين. تشير التوقعات إلى أن ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو الذي تضرر من ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم القياسي المرتفع يتجه نحو ركود تقني حدده الاقتصاديون بأنه ربعين متتاليين من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.
استقبلت رئيسة تايوان تساي إينغ وون وفدا برلمانيا ألمانيا، حيث أعربت عن امتنانها لبرلين لتضامنها مع بلادها عندما أجرت الصين مناورات عسكرية عبر مضيق تايوان. وأضافت رئيسة تايوان أنه في أغسطس الماضي أجرت الصين مناورات عسكرية وتدخلت في النظام الإقليمي القائم في البلاد. يعد هذا أول وفد برلماني ألماني يزور تايوان منذ جائحة كورونا أواخر عام 2019. تعهد زعماء المجر وصربيا والنمسا بإجراءات جديدة لاحتواء تدفق المهاجرين غير الشرعيين للاتحاد الأوروبي عبر غرب البلقان. من جهتها أعلنت وكالة الحدود الأوروبية أنه في الأشهر الثمانية الأولى من العام تم رصد نحو 87 ألف دخول غير نظامي على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مع غرب البلقان، بزيادة 190% عن العام الماضي. حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من أن 5.7 مليون باكستاني من الناجين من الفيضانات سيعانون من أزمة غذاء خطيرة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وأوضح المكتب الأممي أنه بالتعاون مع الشركاء تم إيصال مساعدات تصل إلى 1.6 مليون شخص من المتضررين من الفيضانات بشكل مباشر. وتشير السلطات الباكستانية إلى أن الفيضانات سببت خسائر في الاقتصاد تقدر بأكثر من 30 مليار دولار، كما تسببت في مصرع 1695 شخصا وتضرر منها ما يقرب من 33 مليون شخص. توجهت قافلة جامعة قناة السويس التنموية إلى وحدة توسن الصحية التابعة لقرية عين غصين بمركز ومدينة الإسماعيلية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أعلنت الجامعة عن استمرارها في تقديم الدعم الكامل للقرى في إطار المبادرة، وقامت بتوقيع الكشف والعلاج بالمجان ل 505 من المواطنين بالقرية. الحمد لله النهارده دلوقتي كل أسبوع قافلة طبية بتجوب أنحاء محافظة الإسماعيلية. احنا بنشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على امدادنا بالقوافل الطبية، وبنشكر جامعة قناة السويس وبرئيسها الدكتور ناصر منظور على امداد المحافظة بكم كبير من القوافل داخل المحافظة الإسماعيلية، وكم علاج بتصرف مجانا للمواطنين. والحمد لله برضو بعض الحالات اللي بتبقى مستعصية محتاجة عمليات بنحولها للمستشفى الجامعي بالإسماعيلية، وبعض العمليات بتتحول للمستشفى العام الأميري بالإسماعيلية. النهاردة الجامعة جاية بعشر تخصصات بشري، جميع التخصصات العظام البطنة المسالك الرمد الأنف والأذن، طبعا بالإضافة إلى أن احنا بنتم صرف الدواء لجميع الحالات مجانا. أي حالة بتحتاج أنها تتحول للمستشفى لاستمرار العلاج فيها واستكمال العلاج بنحولها على المستشفى الجامعي باستكمال الأشعة، استكمال التحاليل بناء على تعليمات الدكتور رئيس الجامعة، الاهتمام بالحالات اللي هي بتحتاج الرعاية الكاملة داخل المستشفى. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وجود نقص في أدوية الأورام بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، وشددت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي على توافر كافة الأدوية بشكل طبيعي بما فيها المستحضرات المدرجة ضمن بروتوكولات علاج الأورام والمستلزمات الطبية الخاصة بمرضى الأورام دون وجود أي نقص فيها. هذا وأكدت الهيئة أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافر الأدوية بكافة المستشفيات التي تقدم خدمات علاج الأورام، مشيرة إلى اتجاه الدولة نحو توطين صناعة المستحضرات الحيوية وأدوية الأورام محلياً. قام محافظ الطاقهلية أيمن مختار بافتتاح مجمع مدارس بمركز ميتغامر، شارك في طابور الصباح مع الطلاب في ثاني أيام الدراسة، وذلك للاطمئنان على سير العملية التعليمية وتفقد الفصول الدراسية. أكد المحافظ أن الهدف من إنشاء مدارس جديدة هو تقديم خدمة تعليمية متميزة لكافة الطلاب ولتقليل كثافة الفصول لبناء جيل قوي مسلح بالعلم والمعرفة.
تم افتتاح مدرستين من ضمن 26 مدرسة تم بنائهم بمعاونة أو بمساعدة هيئة الأبنية التعليمية وزارة التربية والتعليم. ال 26 مدرسة تكلفتهم لغاية دلوقتي أكثر من 400 مليون جنيه، غير توصيل المرافق للمحافظة بالتعاون مع وزارة التخطيط. كمية الافتتاحات للمدارس في الدقهلية دي حاجة غير مسبوقة عن كل محافظات الجمهورية. الجميل كمان إن المدرسة لما بتفتتح بتبقى كاملة المرافق، الكهرباء، المية، الأساس، التجهيز، يعني بنفتح المدرسة تشتغل بكامل هيئاتها. أكد وزير التربية المحلية هشام أمن أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي أهمية كبرى لبناء الإنسان المصري والاهتمام بقضية التعليم. وأشار الوزير خلال افتتاح فعاليات مؤتمر أسوان لمدن التعلم 2022 إلى أن الدولة أولت قضية التعليم أولوية كبيرة ضمن اهتماماتها بتطوير البنية الأساسية ولتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. عقد رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الأمير أباضة مؤتمرا صحفيا لعرض تفاصيل الدورة 38 للمهرجان والمقرر انطلاقها الأربعاء المقبل. أوضح الأمير أباضة أن المهرجان هذا العام يضم 90 فيلما من 29 دولة بالإضافة لأربعة مسابقات ومنحة مقدمة ودعم مالي لمشاريع السيناريو للشباب والأفلام القصيرة من البيت الوطني الكويتي. معنا 29 دولة بيشاركوا ب 90 فيلم، بنحتفي ب 100 سنة على ميلاد الأستاذ علي إسماعيل الميسور علي إسماعيل، و 100 سنة على ميلاد الأستاذ سعيد الشيخ، و 50 سنة على رحيل الأستاذ فاطين عبد الوهاب والأستاذ إسماعيل ياسين. الكوميديا الحقيقة هي التيمة الأساسية أو السمة الأساسية في دورة هذا العام يعني. وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى جولة في أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. إلى رغدة أبو ليلى نتحول. إليك رغدة، أهلا بك، تفضلي. أهلا بكم، شكرا لكم نهى توفيق ومصطفى ميزار. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا. أهلا بكم. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعة عمل من عدة وزارات معنية والبنك المركزي لوضع خطة عمل لزيادة الصادرات خاصة إلى الأشقاء في إفريقيا. جاء ذلك خلال اجتماعه مع عدد من الوزراء لمتابعة سبل تنمية الصادرات المصرية لدول القارة الإفريقية، حيث أكد مدبولي أن هناك اهتماماً من الحكومة بزيادة الصادرات في هذه المرحلة، لافتاً إلى عقد اجتماعات عدة لإيجاد آليات فاعلة لزيادة تلك الصادرات. أكد وزير البترول طارق الملا وجود خطة للتوسع في إنشاء محطات الوقود الجديدة يتم تنفيذها ضمن أهداف الدولة التنموية ولتلبية احتياجات مرتادي الطرق والمحاور الرئيسية. أشار الملا إلى أن محطات التموين والخدمة الجديدة تشهد تطوراً ملحوظاً وتقدم خدمات متميزة لأصحاب السيارات. بنؤكد على دعمنا للقطاع الخاص ودعمنا للشركات العالمية والإقليمية لزيادة استثماراتها وإزالة أي معوقات قد يواجهونها في إصدار موافقات أو تراخيص أو غيره من المعوقات البيروقراطية التي قد يصادفونها، وبالتالي كل الدعم لهم وكل التوفيق وكل النجاح. أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس حرص الهيئة على فتح قنوات اتصال مباشرة مع المنظمات والمؤسسات العاملة في المجال البحري لتحقيق التقارب المستهدف بما يحقق المصالح المشتركة. وخلال لقائه مع رئيس مجلس بورصة البلطيق للشحن البحري، أوضح ربيع أن عمليات التطوير بالمجرى الملاحي للقناة حظيت باهتمام كبير خلال السنوات القليلة الماضية. من جانبه أكد رئيس مجلس بورصة البلطيق أهمية قناة السويس كإحدى الدعائم الأساسية لاستدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية.
إلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي. تراجع رأس المال السوقي بنحو 877 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 680.499 من 1000 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات، فقد فتح مؤشر EGX 30 عند مستوى 9687 نقطة ليتراجع بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 9685 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 عند مستوى 2217 نقطة ليغلق متراجعا بنسبة 1.9% عند مستوى 2193 نقطة. وفتح مؤشر EGX 100 عند مستوى 3140 نقطة ليهبط بنسبة 78% ليغلق عند مستوى 3115 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 19.51 جنيها للشراء و 19.58 جنيها للبيع. اليورو وصل إلى 19.12 19.20. الجنيه الإسترليني 21.77 21.86. الدرهم الإماراتي 5.31 5.33. أخيرا الريال السعودي وصل إلى 5.18 5.21. في أسواق المعادن النفيسة، ارتفعت أسعار الذهب العالمية ليصل إلى 1665 دولارا للأوقية. محليا وصل عيار 18 إلى 930 جنيها للجرام. أما عيار 21 فوصل إلى 1085 جنيها للجرام. عيار 24 وصل إلى 1240 جنيها للجرام. أخيرا الجنيه الذهب وصل إلى 8680 جنيها. قالت مصادر في منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك إن مجموعة أوبك بلس المنتجي النفط تبحث إجراء تخفيضات بالإنتاج تزيد على مليون برميل يوميا، وأن التخفيضات الطوعية من قبل الدول الأعضاء يمكن أن تكون إضافة إلى ذلك، مما يجعله الخفض الأكبر منذ عام 2020. وسيعقد الاجتماع الذي سيبحث التخفيضات في 5 أكتوبر الجاري على خلفية انخفاض أسعار النفط وتقلب حاد في الأسواق على مدى شهور، مما دفع السعودية المنتج الرئيسي بأوبك إلى القول إن المجموعة يمكن أن تخفض الإنتاج. نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة من جديد إلى نهى مصطفى، إليكم. شكرا جزيلا لك رغدة. تتواصل فعاليات الملتقى التسويقي الثاني للتمور المصرية في محافظة الوادي الجديد، وذلك بمشاركة عدة دول عربية وأجنبية. هذا الملتقى يهدف بالدرجة الأولى إلى تسويق التمور والاستفادة من كل أجزاء شجرة النخيل باعتبارها تمثل كيانا اقتصاديا كبيرا لمنطقة الوادي الجديد. اهتمام ودعم توليه الدولة لتطوير صناعة وإنتاج التمور في الوادي الجديد، والتي تعد أكبر المحافظات المصرية في إنتاج التمور بكميات وجودة مرتفعة، بما يساهم في تعزيز إنتاج مصر من التمور بحضور عدد من رجال الصناعة والعديد من الشركات. يواصل أعمال الملتقى الثاني لتسويق التمور المصرية فعالياته، حيث أوضح محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط بأن المحافظة نجحت في تنظيم الملتقى التسويقي للتمور للمرة الثانية على التوالي، مشيرا إلى أن منظومة تسويق التمور تعتمد على مجموعة عمل تبدأ بالفلاح مرورا بالمنتجين والمصدرين والمستوردين والبنوك والشركات العاملة في تسويق منتجات التمور على مستوى محافظات مصر. بنعمل ملتقى لكل المنتجين المصريين في كل المحافظات المهتمين بصناعة التمور وصناعة النخيل ومخلفات النخيل وأسمدة النخيل وكل ما يخدم النخيل ويخدم الزراعة في نفس الوقت حتى المعدات. فبالتالي ملتقى يتم تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكله برعاية مصرية خالصة، يعني الحمد لله رب العالمين، وبتعاون مع كل الوزارات
بحيث ان احنا ننجح المؤتمر الملتقى. بنعمل عليه جلسات علميه، في جيلنا اساتذه من جامعه عين شمس، جامعه القاهره، جامعه اسكندريه، الجامعات المصريه بنخاطبهم قبلها بننظمها، بحيث بيعملوا جلسات علميه بيبقوا حتى فيها الفلاحين والمهندسين الزراعيين بيستفيدوا من اي تطور علمي وتكنولوجي. ممثلو الشركات ومصانع التمور بالمحافظه والباحثون بمركز البحوث الزراعيه اشادوا بالملتقى، مؤكدين ان الملتقى يعد فرصه للتواصل بين المصانع والشركات والمزارعين. والله الملتقى السنه دي جميل جدا على فكره، ويمكن دي ثاني سنه نحضره في نفس المكان. شايف ان هي فكره انه يعمل مهرجان او ملتقى للتمور فكره جميله جدا، بيعرف المصانع ببعضها والشركات ببعضها، بيبقى في فكره تسويق، ناس بتاخد حاجه من هنا ناس بتاخد حاجه من هنا، بيبقى في تبادل افكار، بيبقى في تبادل اعمال ما بين الشركات وبعضها. وجود مهرجان زي كده في محافظه الوادي الجديد بيعمل انتشار مش بس لمهرجان التمور، لا ده بيعمل سياحه داخليه للمحافظه. فرصه اننا بنعرض فيها العمل اللي تم من خلال مركز بحوث صحراء خلال العام المنصرم، من خلال ان احنا بنعرض المنتجات اللي شارك فيها مركز بحوث صحراء المزارعين من خلال المدارس الحقليه، وبدانا نعرض المنتجات اللي خرجت. احنا بدانا الفكره برفع الوعي لدى المزارعين، وثم بعد ذلك في الممارسات الزراعيه على ارض الواقع من خلال مدارس المزارعين الحقليه، ثم النهارده احنا بنجني ثمار ما زرعناه من خلال سواء المحاصيل الحقليه او المحاصيل الغير تقليديه العلفيه. دي المشاركه الثانيه لينا في الملتقى بمنتجات من اعاده تدوير مخلفات النخيل. الحقيقه هي فرصه كويسه جدا لينا كعارضين ان احنا نعرض منتجاتنا، بيكون في تشابك مع بعض رجال الاعمال والمهتمين بالصناعات دي. تعظيم عائد انتاج التمور وتطوير تلك الصناعه والاستفاده من كل الانواع والكميات المنتجه وتنوع مخرجاتها هدف تبنته الدوله خلال السنوات الماضيه لتعظيم الميزات النسبيه لمحافظه الوادي الجديد وتوفير المزيد من فرص العمل لابناء المحافظه، واستغلال هذا الملتقى في الترويج السياحي للمحافظة لتحتل مكانتها العالمية بما يعود بالنفع على مواطني الوادي الجديد. مشاهدينا نتحول وإياكم إلى جولتنا الرياضية، جولة في أخبار الكرة والملاعب تصحبنا فيها من جديد رغدة أبو لي. شكرا لكم نهى توفيق ومصطفى نزار، والآن فمع الأخبار الرياضية. أهلا بكم من جديد. يواصل الزمالك استعداداته لمواجهة فلامبو البروندي في ذهاب دور 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر يوم 9 أكتوبر الجاري. شهد ميران الزمالك اليوم عودة قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد الحصول على راحة بالفترة الماضية بسبب الإجهاد. أدى شيكابالا في بداية المران تدريبات خاصة بالجري الخفيف حول الملعب، في حين انخرط باقي اللاعبين بالتدريبات الفنية. استأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب مختار تتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة. حرص المدير الفني للأهلي مارسيل كولر على قيادة تدريبات متنوعة للمدافعين والمهاجمين ضمن فقرات المران الفنية، وبعد ذلك قام كولر بإجراء تقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين في ختام فقرات المران. يستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم 9 أكتوبر الجاري في ذهاب دور 32 بدوري أبطال إفريقيا. فاز الأهلي لكرة اليد على كينشاسا الكونغولي بنتيجة 39-14 بالمباراة الثالثة له ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد للرجال المقامة بتونس. يعد الانتصار هو الثالث للأهلي في البطولة بعدما فاز على كل من فلاورز البنيني ووفاق عين توتال الجزائرية. تنطلق غدا مواجهة الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، وفي أبرز مواجهات الغد يحل برشلونة الإسباني ضيفا على إنتر ميلان الإيطالية، بينما يستضيف ليفربول الإنجليزي فريق غلاسكو رينجرز الأسكتلندية. يلتقي بايرن ميونخ الألماني مع فيكتوريا بلزن التشيكية. كشفت تقارير صحفية عن مدة غياب البلجيكي
تيبو كورتوا حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا. ووفقا لوكالة الأنباء الإسبانية فإن كورتوا سيغيب 3 مباريات عن ريال مدريد أمام شاختار دونيتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة لمباراتي ختافي وبرشلونة في الدوري الإسباني. نهاية الأخبار الرياضية، عودة من جديد إلى نهى مصطفى. إليك. شكرا جزيلا رغدة أبو ليلى. أمتع عشرات الموسيقيين الجمهور خلال مهرجان لموسيقى الجاز بقلعة شالة بالعاصمة المغربية الرباط. شهد المهرجان مشاركة فنانين محليين بالإضافة إلى فنانين أوروبيين، وذلك بعد توقف المهرجان لمدة 2 بسبب جائحة فيروس كورونا. التقى الماضي والحاضر في قلعة شالة التاريخية بالعاصمة المغربية الرباط، حيث أمتع عشرات الموسيقيين الجمهور خلال مهرجان لموسيقى الجاز. فنانون محليون عادوا وآخرون قدموا من جميع أنحاء أوروبا إلى المهرجان بعد توقف دام 2 بسبب أزمة جائحة كورونا. إنه مهرجان كبير، إنه مهرجان جاز كبير في المغرب. أتذكر المرة الأولى لي هنا كنت في حالة من النشوة أثناء مشاهدة مشروع رشيد زروال مع فرقة أخرى قادمة من أوروبا. كان هذا قبل 6 أعوام وكنت أحلم أن أصل إلى تلك المرحلة في يوم ما. نعم، نحن هنا اليوم الحمد لله. كل ما يمكنني فعله هو أن أكون ممتنة وسعيدة. ومنذ أن انطلق مهرجان شالة لموسيقى الجاز عام 1996 كان معنياً بخلط عناصر موسيقى الجاز الأوروبية بالموسيقى المغربية. جاء انطلاق المهرجان الذي ينظمه وفد الاتحاد الأوروبي في المغرب بمساعدة وزارة الثقافة المغربية بعد العطلة الصيفية. هذا العام استثنائي للغاية، إنه العام 25 الذي ينظم فيه المهرجان بعد غياب 2. لدينا برنامج من شأنه أن يعزز الطابع الفريد والمميز لهذا المهرجان الذي يركز على الاندماج. لدينا موسيقى الجاز الأوروبية وكذلك موسيقى من جميع مناطق المغرب. هناك حوار ثقافي وفني ينبع من اندماج نوعي الموسيقى. هذا ويهدف المهرجان لمد جسر ثقافي بين شمال وجنوب البحر المتوسط، وهو دعوة لفناني الجاز الأوروبيين للعزف إلى جانب موسيقيين مغاربة. وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى المحطة الثالثة لأخبار الحرارة ودرجات الحرارة المتوقعة غدا. نعم، ومع تقلبات الجو رغدة أبو ليلى تطلعنا بمزيد عن الأخبار والتفاصيل. تفضلي رغدة. شكرا لكم نهى توفيق ومصطفى مزارع. والآن فمع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء. مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأ بالقاهرة 31-23 الطقس حار، الإسكندرية 29-23 الطقس هناك مائل للحرارة. مطروح 27-23، بورسعيد 29-23، الإسماعيلية 32-21. ننتقل إلى السويس 32-22، العريش 29-22، طابة 34-24، شرم الشيخ 34-27، الغردقة 35-27. بالنسبة للأقصر 39-24، أسوان 40-25، الوادي الجديد 39-25، شلاتين 35-26، أخيرا حلايب 30-27. والآن مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية وأيضا العالمية. Thank you.
والآن فمع أبرز لقطة في هذا اليوم. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية نشرة التاسعة من التلفزيون المصري، ولم يتبقى سوى التذكير بأهم العناوين. في ذكرى نصر أكتوبر المجيد، الرئيس السيسي يبحث مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ركائز حماية الأمن القومي. أمام الاجتماع التحضيري لكوب 27، شكري ينوه بالتحديات الطارئة لتغير المناخ ويدعو للتعاون لتجاوز الآثار السلبية. القاضمي يجدد الدعوة لحوار شامل لحل الأزمة السياسية بالعراق ويحذر من عواقب التباطؤ. وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا، لكن الموضوعات بالتحليل، الموضوعات الأبرز والأهم دائما مع يوسف الحسيني في هواء التاسعة. أهلا بك يوسف. روح يا شيخ الله يبارك لك، رفع معنوياتي على طول. تعيش يا نور ربنا. قول يا مصطفى، أنت قاعد عمال بقالك 9 دقايق عايز تقول حاجة، قول، وعمال يبعت لي على واتساب وأنا واقف قدام. قول يا مصطفى. كل سنة وأنت طيب. بس كده بس كده. مش عايز تعرف معنا إيه النهاردة؟ أنا عارف إن في حاجات كتيرة النهاردة طبعا، هيكون على رأسها نصر أكتوبر، احتفالات القوات المسلحة دي، ماشي، واستعدادات مصر لاستضافة المؤتمر الأهم والأبرز اللي أنظار العالم كلها بتتجه إلى مدينة شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية. أكيد في موضوعات كتيرة معاك. مش بس كده بقى، قول لي إيه؟ اتفضل. مش هقول ليه؟ هقول لك بعدين يا مصطفى. عنصر تشويقي هنا. اشكرك يا يوسف. لازم انكشك زي ما بنكش يوسف، يعني مش هينفع برضه يا مصطفى. بس انا كده انطفيت خلاص. حبيبي لا. هنتابعك بعد شويه مع المشاهدين. اشكرك يا مصطفى، شكرا يا نهى، شكرا جزيلا على وقتكم، واستاذنكم نبدا فقراتنا.